عندنا سورايا كانت هي كانت اول اصابه لينا السيزون ده، اول اصابه قويه يعني، كان عندها قطع في الرباط الصليبي. هي الحمد لله عملت العمليه، هي دلوقتي في فتره التاهيل. عندنا برضو كان زيها جايدا، هي جايدا من الناس المصعده للفريق الاول، كان برضو عندها رباط صليبي وهي دلوقتي في فتره الاعداد. برضو عندنا جنى الألفي في نهائي دوري المرتبط اتصابت إصابة قوية شوية، إنه هي داست على كورة فحصل لها سبرين أنكل وحصل لها يعني قطع في الأربطة في كذا رباط، فهي هتحتاج برضو فترة تأهيل. هي دلوقتي في فترة تأهيل. وعندنا كمان كان نادين سلعاوي امبارح برضو عندها يعني لفت لفة غلط كده فكانت ركبتها ورمة شوية. وبس هما دولت يعني الاصابات اللي عندنا. ودينا عمرو اخر برضو اصابه في ماتش الجزيره، دينا عمرو كابتن الفريق جات لها سبرين، احنا لسه بنحولها للدكتور وهنشوف اذا كان هي عملت MRI كان عندها قطع في رباط معين كده، فلسه هتتحول ان شاء الله للدكتور وهنشوف هنعمل ايه في فتره الاعداد بتاعتها باذن الله. احنا كنا متجمعين مع في المنتخب مع كابتن شريف عزمي، كان ناقص 5 أيام 4 أيام على السفر. اتصبت كان في التمرين عادي، اتصبت يوم 25/7 بس بقى، فعملت العملية في شهر 9 ودلوقتي في التأهيل اهو، في اخر قبل اخر حاجات في التأهيل، ناقص حاجات بسيطة ان شاء الله وهرجع لهم ان شاء الله. احساس طبعا وحش قوي ان انت خلاص يعني، انا بقول لك خلاص اللي هو احنا طالعين الطيارة كأس العالم، مرة واحدة رجلك تروح منك، هو قضاء ربنا يعني، مش بتحس بحاجة، هو بتيجي كده بس. الصدمة بقى في اللي هو تروحي للدكتور يقولك ان انت عندك قطع جزئي، بعد كده لازم تعملي صليبي علشان لو هتكملي الرياضة وتبقي كويسة، بس هي صدمة في كده، بس ان شاء الله هنعديها يعني. هو التأهيل بيبقى 6 شهور، انا دلوقتي في الشهر الرابع، ان شاء الله شهرين ونص كده، على حسب برضو ما الدكتور يقول انا يعني حالتي ايه، لان احنا مش كلنا زي بعض. لما هلاقي ان شاء الله نفسي كويسه وكده مش هتاخر وعلى طول هنزل النادي الاهلي، ولو في منتخب ان شاء الله هبقى فيه. شفتوا احنا حبينا، بس طبعا انا بشكر فريق العمل على تقرير الحقيقه، لان احنا جبنا لكم او جبنا لحضراتكم وضع الفريق وضع الاصابات. انا ما بجيبش مبرر الاصابه نهائي خالص، بالعكس احنا نادي الاهلي بمن حضر وطول عمرنا بنقول كده، ولكن انتوا شفتوا الاصابات يعني، جنى الألفي اصابه، قطع في كذا رباط في الانكل، عندك ثريا صليبي، جايده اللي يعني شفنا التقرير معاها برضو كانت من احد المصعدات، يعني الموضوع من الاصابات هو ده اللي يهمني ان شاء الله، ان احنا نجهز اكتر عدد ممكن يجهز للادوار النهائيه. ولما كانت فرقتنا كامله الفتره اللي فاتت وكانت باستثناء ثريا كسبنا كل ماتشات، انا مش قلقان خالص، ومنهم ماتش سبورتنج كسبنا حاجه و30 بوينت، انا مش قلقان اللي انا يعني اعمل حسابه او افكر فيه او اسال فيه، او انا كبرنامج اتابعه وضع المصابين، لان انا ثقه لو المصابين كاملين ان شاء الله والفرقه يرجعوا ان شاء الله الفرقه هيبقى ليها شكل تاني.